فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. تحب بحر البحائر وتسيب السوائب ينكر لمجرد كون التشريع بغير ما شرع الله أو لأنها خرب جعلت عبادة؟ كلا العلتين، علة أنه تحريم لما أحل الله، وعلة أنه يتقرب به إلى الأصنام، وهو يعني نوع من أنواع الشرك، لأن الذبح لغير الله أو حبس الأموال والأوقاف على الأصنام هذا أمر باطل. نعم، هذا ظاهر، لكن مجرد التشريع يعني ألا يخرج منه تنظيم الناس أمور حياتهم؟ هذا ما هو بعبادة، الكلام على أمور العبادة، هم يفعلون هذا من باب التنظيم. تعبد الأول، يحرمون ما رزقهم الله تعبدا تقرب، ويسيبون السوائب من باب التعبد والتقرب إلى الأصنام. أما لو أن الإنسان فيه مرض وترك بعض الأطعمة من باب الحمية فلا بأس بذلك، هذا علاج، هذا من باب العلاج. والله جل وعلا يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مصيب بمرض امتنع من بعض الأطعمة من باب الحمية.